بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 35. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أول الرسالة إلى هذا الموضع، انتقل إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من العمل، فإنهم مع تمسكهم بهذه الأصول وسيرهم عليها هم أيضا من ناحية العمل والأخلاق على أحسن حال واستقامة، فكما هم مستقيمون على الوصول كذلك هم مستقيمون في عملهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم في أنفسهم وفيما بينهم وفيما بينهم وبين ولاتهم، ولاة أمورهم، هذا منهجهم وطريقهم. مع هذه الوصول التي سبق ذكرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة عظيمة من دعائم الدين، والمعروف كل ما أمر الله تعالى به فإنه معروف، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة، والمنكر كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر السليمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في الأمر به والثناء على أهله، وصف الله تعالى به هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي أنفع الأمم للناس، لأنها تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى الله لصالحهم ونجاتهم، نصحا لهم ومحبة للخير لجميع الناس، لذلك قاموا بالجهاد في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم لأجل تخليص البشرية، لأجل تخليص البشرية مما يضرها وقيادتها إلى ما ينفعها. فهذا من علامات خيرية هذه الأمة، وأنها ليست أمة اتكالية أو أمة أنانية لا يهمها إلا نفسها، وإنما تهمها البشرية والإنسانية، وتجتهد في نفعها وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلا لأجل خيرية البشرية، لأجل خير البشرية ونفع البشرية ونصحها. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن تقوم هذه الأمة بالدعوة إلى الخير وهو الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنهى عن كل منكر وتأمر بكل معروف. هذا واجب هذه الأمة، إلا أنه واجب على الكفاية لقوله ولتكن منكم أمة، منكم، فهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة. أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون ويسألون عنه يوم القيامة في تعطيله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله درجات بحسب الاستطاعة، فالذي عنده القدرة والسلطة يغير المنكر بيده، وهذا يكون لولاة الأمور ومن وكلوا إليهم هذا الشيء يغيرونه باليد، لأن الله أعطاهم السلطة، فلا أحد يمنعهم من التغيير باليد. وكذلك صاحب البيت فإن له سلطة على من في بيته من أولاده وكل من في بيته، له سلطة وله يد، فيغير في بيته بيده على أولاده وعلى نسائه، يغير المنكر بيده، يؤدب ويضرب إذا اقتضى الأمر، وهذا من واجبه، لأن داخل البيوت سلطتها لأصحابها قائمين عليها، لهم سلطة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. فصاحب البيت له سلطة على من في بيته، فإذا ضيع بيته وتركهم فإنه مسؤول عنهم، ولأنه راع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكر أن الرجل راع على أهل بيته مسؤول عن رعيته، فكيف إذا جلب لهم الشر وجلب لهم وسائل الشر، فإنه يكون قد خان الأمانة وضيع المأمورية التي حمله الله إياها. إذا تركهم على المعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات فإنه يكون قد ضيع أمانته وأهمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جلب لهم الشر ووسائل الشر بأن جلب لهم هذه الأطباق الهوائية التي تأتي لهم بالمحطات لما يبث في محطات العالم من عهر وفساد وشر وإلحاد ولهو وباطل، وتركها بينهم ينظرون إليها ويتأثرون بها ويقلدون ما يرونه فيها من أفعال قبيحة وأفعال شنيعة؟ ماذا ترون أهل هذا البيت الذين يشاهدون هذه المحطات الداعرة الفاسدة تبث في بيتهم وبينهم؟ ماذا تتوقعون من تأثير هذه الخبائث في نفوسهم؟ والنفوس في الغالب تميل إلى الشر وتميل إلى الشهوات، فإذا جلبت لها وسهلت لها أقبلت عليها بشدة، أو يأتي لهم بالصور الماجنة والخليعة المجلات، أو يأتي لهم بمقالات الكفر والإلحاد في المجلات أو الكتب وينشرها بينهم. هذا لا شك أنه مع إهماله لما كلفه الله به هو أيضا جلب الشر لأهله ولأولاده. الحاصل أن صاحب البيت له سلطة ويد على أهل بيته، كما أن السلطان ولي الأمر العام له سلطة على الجميع، على جميع الرعية، فكذلك هذا له سلطة على رعيته المصغرة
التي في بيته، وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فهذا هذه المرتبة الأولى، تغيير باليد لمن عنده إمكانية، ولا يترتب على تغييره باليد مفسدة أكبر. أما الذي ليس عنده سلطة فإنه لا يغير باليد، لأنه يترتب على تغييره باليد فوضى ومفسدة أكبر، لكن ينكر باللسان، بمعنى أنه ينصح الناس ويبين لهم ويذكرهم ويحذرهم من هذه الأمور وهذه المعاصي، ويبلغ ولاة الأمور ومن لهم يد ومن لهم سلطة، يبلغهم عن هذه الأمور. هذا الإنكار باللسان بالبيان والنصيحة ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، هذا من الإنكار باللسان. وكذلك الذي عنده علم بكتابة النصائح والمقالات المفيدة، هذا من البيان، من البيان، لكن لا يتولى هذا إلا من عنده علم، لا يستطيع البيان والدعوة إلا من عنده علم بما يحل وما يحرم، ويعرف ما هو منكر وما هو معروف، فحينئذ يبين ما يستطيع بيانه. فإن لم يكن عنده علم ولا مقدرة على البيان، أو كان ممنوعا من البيان، فإنه ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويبتعد عنهم ولا يخالطهم، وهذا أضعف الإيمان، وهذا لا يعذر أحد بتركه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا دليل على عدم إيمانه، لأنه غير معذور في مسألة القلب، قد يكون معذورا بإنكار المنكر باليد، أو معذورا بإنكار المنكر بترك إنكار المنكر باللسان، قد يكون له عذر، لكن في القلب إذا ترك الإنكار بالقلب فليس له عذر. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على حدود الله وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقعين فيها من أهل المعاصي، الواقعين في حدود الله من أهل المعاصي، شبه الفريقين بأهل سفينة استهموا، يعني أجروا القرعة في أعلاها وأسفلها، من يكون في أعلاها ومن يكون في أسفلها، ثم كل نزل بحسب ما ظهر له في القرعة، ناس أصابوا أعلاها طبقها العليا، وناس أصابوا أسفلها ونزلوا في الطبقة التي تحتها. ومن المعلوم أنهم يحتاجون إلى الماء، أنهم يحتاجون إلى الماء كلهم، الذين في الطبقة العليا والذين في الطبقة السفلى، وليس لهم وسيلة إلى أخذ الماء من البحر إلا من الدرجة العليا، إلا من الدرجة العليا، كلهم لا يستطيعون الأخذ من البحر إلا من الدرجة العليا. فإذا احتاج الذين في الدرجة السفلى إلى الماء صعدوا إلى الدرجة العليا فأخذوا حاجتهم من الماء. فلو فكر أهل الدرجة السفلى وقالوا: نخرق في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء، ولا نصعد إلى من فوقنا نؤذيهم، لو فكروا هذا التفكير وأرادوا أن يخرقوا السفينة، فإن تركهم أهل الدرجة العليا يخرقون غرقوا جميعا، غرق من في السفينة جميعا، الذين في الدرجة العليا والذين في الدرجة التي تحته، وإذا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل الدرجة الأولى هم أهل العلم وأهل السلطة والذين في إمكانهم إنكار المنكر والأخذ على يد الفساق والعصاة، هؤلاء هم الذين في الدرجة العليا. وأما الذين في الدرجة السفلى فهم العصاة والفساق وأصحاب الشهوات. فلو أن أهل الدرجة العليا تركوا
أهل الدرجة السفلى يفعلون ما شاءوا من المعاصي والمخالفات لحلت عليهم العقوبة جميعا، ما تختص بمن فعل المعاصي بل تتناول من سكت ولم ينكر، مثل أصحاب السفينة سواء. فإذا ترك أصحاب السفينة من في الدرجة السفلى يخرقونها غرقوا جميعا. كذلك أهل الدين والعلم والحلم إذا تركوا السفهاء والعصاة يفعلون ما شاءوا فهم بمثابة من تركوا من يخرق السفينة فيغرقون جميعا. هذا مثال عظيم يصور لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاذير التي تترتب على تركه وإهماله. وقصة بني إسرائيل التي ذكرها الله في القرآن أيضا تعطي هذا، فإن أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي نهاهم الله عنه في هذا اليوم جعلوا الشباك والحفر في يوم السبت، فتأتي الحيتان، ومن الابتلاء والامتحان أن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت، فتأتي يوم السبت وتقع في الحفر وتمسكها الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوها. فهم عملوا حيلة على ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الله ذلك منهم وسكت عنهم طائفة لم ينهوهم وطائفة أنكروا عليهم، لما جاء العذاب نجا الذين أنكروا وهلك الذين وقعوا في المعصية، وسكت الله عن الذين سكتوا عن الإنكار. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر الله أنه نجا الذين أنكروا المنكر وأنه أهلك الذين فعلوا المعصية وسكت عن الذين لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا ولم ينكروا. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فلا بد من إنكار المنكر إما باليد لمن يقدر وإما باللسان وإما بالقلب، لا بد من ذلك ولا نجاة إلا بذلك. ولكن يقول الشيخ على ما توجبه الشريعة إنكار المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون على ما توجبه الشريعة، يعني على النظام الذي جاءت به الشريعة، لا بالفوضى ولا برغبات الناس وآراء الناس، وإنما على ما توجبه الشريعة. والشريعة جاءت بضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من التمشي عليها. أولا لا بد أن يكون الآمر والناهي عالما بما يأمر به وما ينهى عنه، فيعلم أن هذا منكر بدليله ويعلم أن هذا معروف بالدليل. أما الجاهل فإنه لا يتدخل في شيء لا يحسنه ولا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يجهل ما هو منكر وما هو معروف. وكذلك يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه إلى النتائج. فإذا كان إنكار المنكر يزول به المنكر أو يخف فإنه مأمور به، إذا ترتب على إنكار المنكر زوال المنكر أو على الأقل أن يخف المنكر ولو لم يزل بالكلية فهذا مأمور به، فيه مصلحة ظاهرة وله نتيجة، إما إزالة الشر وإما تخفيف الشر. أما إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه مفسدة أكبر ومنكر أعظم فإنه لا يجوز حينئذ، لأن هذا يجلب شرا. فلا بد أن ينظر إلى هذا، ينظر إلى النتائج والعواقب، ما يغامر في الأمور ويخاطر في الأمور، يقول الإنسان أنا بأمر وأبنها ولا علي من النتائج،
نقول لا، هذا لا يصلح، وليس هذا أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر. لا بد إذا كان هناك نتيجة فهذا مشروع، بأن يزول المنكر أو يخف، هذا مشروع. أما إذا كان المنكر يأتي منكر أشد منه ويترتب عليه نتائج سيئة وفوضى وسفك دماء، فهذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحمد لله جعل كار المنكر درجات بحسب الاستطاعة والمقدرة، ولم يوجبه مطلقا. والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين طرفين ووسط. الطرف الأول من لا يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى ترك الناس على ما هم عليه، كما عليه بعض الصوفية الذين ما يهمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله، وكذلك الذين أصابهم الجبن والخوف والخور، أو لا يهمهم أمر الناس وأمر المسلمين، يقولون ما علينا إلا من أنفسنا، أنت وش عليك؟ إلا شافوا واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا أنت ملقوف، وش عليك؟ هذا جانب أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال أنا ما علي إلا من نفسي. وربما يستدل بهذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيفهمها على غير معناها، يفهم منها أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا علينا إلا من أنفسنا. هذا الفهم أنكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها بغير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمعنى الآية الكريمة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بهذا القيد إذا اهتديتم، والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مهتديا، لا يكون مهتديا. فمعنى الآية والله أعلم: لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، إذا قمتم بهذا الواجب فإنه لا يضركم من ضل، لأن الهداية بيد الله، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس عليه هداية الناس، وإنما عليه أن يقوم بالواجب، فإن اهتدوا فالحمد لله، وإن لم يهتدوا فيكون هو قد أدى الواجب وتكون مسؤوليتهم عليهم. فمعنى الآية والله أعلم: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا قمتم بما أوجب الله عليكم من الاستقامة على الدين في أنفسكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع غيركم، هذه هي الهداية إذا اهتديتم. والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يقدر على ذلك، هذا لا يسمى مهتديا، لأنه تارك لواجب عظيم. هذا جانب من الناس يهملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزعمون أنهم ما عليهم إلا أنفسهم، وقد غلطوا في تفسير الآية بما ظهر لهم من معناها. الطرف الثاني قوم غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا عن الحدود، مثل الخوارج والمعتزلة الذين غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على ولاة أمور المسلمين، واعتبروا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتبروا الخروج على ولاة أمور المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا غلط، هذا هو المنكر نفسه، الخروج على ولاة أمور المسلمين هذا هو المنكر، وليس هو نهي عن المنكر، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وتفرق الكلمة
والفوضى وغير ذلك. فلا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فساقا أو عصاة، لأنه يترتب على الخروج عليهم أشد مما يترتب من عدم الخروج عليهم من الفوضى، تفرق الكلمة، سك الدماء وغير ذلك من الأمور الخطيرة، منكرات أشد. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة وبالضوابط الشرعية التي تتحقق بها المصالح وتندفع بها المفاسد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الوسط، ولله الحمد خلفهم جمعا للكلمة، جمعا لكلمة المسلمين، وامتثالا للأمر بالسمع والطاعة بالمعروف. الصلاة معروف، صلاة الجمعة، صلاة العيد، هذا معروف، طاعة لهم في ذلك طاعة بالمعروف، وترك الصلاة خلفهم يسبب الفرقة ويسبب الخروج عليهم ويجري أهل الضلال من الخوارج وغيرهم، يجريهم على تفريق كلمة المسلمين وخلع يد الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن حصل منهم ظلم ما لم يظهر منهم كفر بواح، السمع والطاعة لما في ذلك من جمع الكلمة ودرء الفتنة وحفظ الأمن وعدم الفوضى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك صلى بعض الصحابة خلف بعض الأمراء الذين فيهم فسق، صلوا خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد غيرهم من الأمراء مع أن فيهم فسقا لجمع الكلمة ودرء الفتنة والشر، أبرارا كانوا أو فجارا، يصلون الجمعة والأعياد خلف الأمراء ويجاهدون معهم أيضا. إذا أمروا بالغزو غزا معهم أهل السنة والجماعة، كانوا يغزون مع الأمراء وإن لم يكونوا على مستوى من التقى والورع، وإن كان عندهم فسق يغزون معهم، لأن الجهاد في سبيل الله طاعة، فيه مصالح، وفي ترك الجهاد معهم مفاسد على الإسلام والمسلمين. فيرون الجمع، صلاة الجمعة وصلاة العيد خلف الأمراء، ويرون الجهاد معهم في سبيل الله وإن كانوا فساقا، لما في ذلك من المصالح، وفسقهم على أنفسهم، أما الصلاة خلفهم والجهاد معهم فهذا لصالح المسلمين ولمصالح المسلمين. نعم. ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار. كذلك الحج، الأمراء يتولون قيادة الحجيج وإن كان فيهم فسق، يحجون معهم ما يعطلون الحج، لأن الحج عبادة عظيمة، فيحجون مع الأمراء وإن كان فيهم فسق. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأخبر أنه سيكون هناك أمراء يكون عندهم مخالفات، يكون عندهم أشياء تستكره، ولكن ما داموا لم يخرجوا من الإسلام ولم يرتكبوا كفرا بواحا فإنهم يدان لهم بالسمع والطاعة، ويصلى معهم خلفهم، ويحج معهم، ويجاهد معهم. نعم. ويحافظون على الجماعات. من أخلاق أهل السنة والجماعة وأعمالهم أنهم يحافظون على الجماعات، جماعات الصلوات الخمس وجماعات الجمعة والأعياد، لا يتخلفون عن الجماعات، بل يشهدون الجماعات للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين، لأنه لا يتخلف عن الجماعات إلا إما مبتدع وإما منافق، إما مبتدع لا يدين بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، أو
يرى أو يضلل المسلمين ويرى أنهم على غير حق، يترك الصلاة معهم لأنه يرى أنهم على غير حق، وإما منافق ليس في قلبه إيمان. الله جل وعلا أخبر أن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا أهل النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي جاء يستأذنه وعليه مشقة، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة والعيد إلا أحد شخصين: إما مبتدع يرى أن المسلمين على غير حق وأن صلاتهم غير صحيحة كما عليه بعض الطوائف الآن، وإما منافق ليس في قلبه إيمان. أما المؤمن فإنه يكون أول من يشهد الجماعة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالمؤمن يحرص. وقال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما في صلاة الجماعة والجمعة مع المسلمين من الأجور والخير واجتماع الكلمة والتعارف والتآلف والمحبة بين المسلمين إذا التقوا ورأى بعضهم بعضا، سلم بعضهم على بعض، فإن هذا يزيل الوحشة فيما بينهم ويطرد الشيطان عنهم ويقربهم من الله سبحانه وتعالى. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة، قال: هو في النار، صلي الليل والنهار ويصوم الدهر ولكنه ما يصلي الجمعة والجماعة. قال رضي الله عنه: هو في النار. فدل على أن من ترك صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة، حتى ولو كان يصلي في بيته فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولذلك أهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يحضرون الجماعات ولا يتأخرون عنها. نعم. ويدينون بالنصيحة للأمة. من صفات أهل السنة والجماعة النصح، تصفون بالنصح، والنصح معناه في اللغة الخلوص من الكدر. تقول: هذا لبن ناصح، يعني خالي من الغش. لبن ناصح يعني خالص، ليس فيه ماء ولا غش. فالنصح في اللغة هو الخلوص من الكدر. وأما في الشرع فالنصح معناه مودة الخير للمسلمين وحسن النية. حسن النية ومودة الخير والصلاح للمسلمين، هذا هو النصح. أما إذا كان يحب الشر ويحب الفساد للمسلمين فهذا ليس ناصحا، هذا غاشا. فمن سمات أهل السنة وصفاتهم النصح للأمة، يعني إخلاص النية ومحبة الخير للأمة وكراهية الشر لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، به ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله هي الإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته
وعبادته وحده لا شريك له، إخلاص العبادة له، هذه النصيحة لله عز وجل، الإيمان به وبأسمائه وصفاته، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه النصيحة لله عز وجل. النصيحة لكتاب الله والقرآن، العناية بدراسته وحفظه والعمل وتدبره والعمل به، وعدم تحريفه أو تأويله على غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، احترامه، هذا هو النصيحة لكتاب الله، العناية بحفظه ودراسته والعناية بتدبره والتفكر في معانيه، ثم العمل، العمل بكتاب الله عز وجل، وعدم تحريف كلمه عن مواضعه أو الاستدلال به على غير ما يدل عليه، هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل، والإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، كل هذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لرسول الله الإيمان برسالته وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه النصيحة تتلخص في اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به وأن تتبعه وتقتدي به، هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحترم سنته، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، طاعتهم في غير معصية الله، وعدم الخروج عليهم أو شق عصا الطاعة، هذا من النصيحة لهم، والوفاء بالعهد الذي بينك وبينهم، أو العهد الذي بينهم وبين المسلمين. وكذلك إذا توليت أمرا من أمور المسلمين، ولاك ولي الأمر أمرا من الوظائف التي بها مصالح المسلمين، أن تؤدي عملك على الوجه المطلوب، وأن لا تغش أو ترتشي أو تماطل في إنجاز معاملات الناس، أو تقدم بعضهم على بعض بغير حق، أو ترفض بعض المعاملات إذا كان صاحبها ليس على رغبتك، بل عليك بالعدل والإنصاف وأداء الواجب الوظيفي الذي كلفت به. هذا من النصيحة لولاة الأمور، القيام بالأعمال التي يكلونها إلى عمالهم، والدعاء لهم، الدعاء لهم بالهداية والتوفيق، هذا من النصيحة، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، فإذا دعوت لهم بالصلاح دعوت للمسلمين، لأن صلاحهم فيه صلاح المسلمين. فالدعوة لولاة الأمور في خطب الجمع وفي المجالس وفي هذا مما ينفع المسلمين، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، هذا من النصيحة لهم. وكذلك الذب عن أعراضهم، إذا رأيت من يغتابهم أو يتكلم فيهم، فمن النصيحة أن تنكر على هذا، وأن تبين له أن هذا خطأ ولا يجوز، وهذا مفسدة وشر، هذا من النصيحة لولاة الأمور، أن تذب عن أعراضهم، وأن تدافع من يريد النيل منهم في المجالس أو في، لأن هذا يسبب شرورا عظيمة وفتنة بين المسلمين، ويفرق بين الراعي والرعية، هذا فيه مفاسد. والنصيحة لعامة المسلمين معروفة، أن تريد لهم من الخير ما تريده لنفسك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا رأيت على أحد منهم تقصيرا في دينه فإنك تناصحه بينك وبينه بالملاطفة والكلام الطيب حتى يترك هذا الشيء، وإن كان جاهلا يتعلم منك، ولا تتركه على خطئه وتقول ما علي منه، أو أخاف أنه يقول كذا وكذا، لكن لا تأخذه بالعنف أو تعيره،
فإذا كلمت بينك وبين هذه نصيحة، لكن إذا تكلمت عنه وهو غائب فهذا من الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ليس هذا من باب النصيحة، من باب التعيير. والغيبة تكلم في حق الناس وهم غائبون، هذا من الغيبة وليس من النصيحة. النصيحة أنك تمسكه وتقول بينك وبينه بلطف وحسن تعبير وتحبيب إليه بالخير، هذه النصيحة. وكذلك المعاملات، البيع والشراء، النصيحة أنك تبيع على أخيك وتشتري منه بالصدق والأمانة وعدم الغش، عدم التدليس، هذا من النصيحة. معاملات المسلمين. وكذلك من النصيحة للمسلم إذا استشارك، إذا استشارك في أمر، فإنك تنصح له بما ترى أنه خير، ولا تكتم عنه شيئا، بل تبين له ما ترى. إذا استشارك في تزويج شخص على موليته فإنك تشير عليه بالذي تراه خيرا. إن كان هذا الشخص يصلح، تعلم أنه يصلح، فإنك تشير عليه بالمضي في تزويجه. وإن كنت تعلم أن هذا الشخص لا خير فيه أو فيه عيوب فلا يسعك أن تسكت، لأنه جعل الأمر في عنق. تبين، وليس هذا من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشير في بعض الأشخاص يبين ما فيهم. لما استشير في شخص في تزويجه في شخصين، قال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه. ثم أمر بأن تتزوج فلانا. فبين صلى الله عليه وسلم ما في الشخصين من الأمور التي لا تصلح لزواجهم من هذه المرأة، فدل على أن هذا ليس من باب الغيبة وإنما هو من باب النصيحة. فبين صلى الله عليه وسلم ما في الشخصين من الأمور التي لا تصلح لزواجهم من هذه المرأة، فدل على أن هذا ليس من باب الغيبة وإنما هو من باب النصيحة. إذا استشارك أخوك فإنك تشير عليه بما ترى أنه المصلحة والعاقبة الطيبة، ولا تجامل أو تكتم ما عندك بحجة أنك تحابي مع آخرين، هذا يكون من الخيانة في المشور. هذه النصيحة لي. وكذلك من النصيحة للمسلمين الدعاء لهم بالصلاح والهداية والتوفيق، هذا من النصيحة لهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، النصيحة لعامة المسلمين من ولاة ومن رعية ومن أفراد. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يفرحون لفرح المسلمين ويتألمون لألمهم. فإذا حصل لأخيك المسلم أو للمسلمين حصل له نعمة أو خير فإنك تفرح له بذلك، وإذا أصابه شيء من ما يكره فإنك تتألم لألمه وتعينه على عدته. هذا من صفات أهل السنة والجماعة فيما بينهم، تعاون على البر والتقوى. فقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد حمى والسهر. حمى معروف هي المرض، والسهر هو عدم النوم بالليل. فالمسلم يتألم لإخوانه المسلمين، على هذا من علامة الإيمان، أن الإنسان يتألم لألم إخوانه، كما أن الجسد يتألم إذا تألم بعض أعضائه، والمسلمون جسد واحد. هذا في
في الضرة، أما في السرة يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذلك هذا كناية عن التعاون بين المسلمين، كما أن البنيان يشد بعضه بعضا، الجدار يشد بعضه بعضا ويمسك بعضه بعضا، كذلك مجتمع المسلمين يتماسك بأعضائه وأفراده ويكون كأنه بنيان واحد. فهذا معناه التعاون بين المسلمين على الخير والتناهي عن الشر. نعم. يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء. الصبر في اللغة هو الحبس. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك يعني احبسها معهم، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. صبر عند البلاء، البلاء معناه الامتحان، يعني حبس النفس عند المصائب، حبسها عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي إلى المخلوقين. أما التشكي إلى الخالق فلا بأس. يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الله هذا مطلوب، لأنه عبادة لله عز وجل، افتقار إلى الله. أما الشكوى إلى المخلوقين فهذا منهي عنه، لا تشكو ما أصابك إلى المخلوقين، بل ربما أنك تفرح بعض الناس إذا شكوت إليه. ولهذا يقول أبو الطيب: لا تشكون إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. يعني إذا شكوت إلى واحد من أعدائك فقد أفرحته، فأنت امسك لسانك عن الشكوى إلى الناس واشكو إلى الله جل وعلا ما أصاب. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي إلا لله سبحانه وتعالى، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية كما في أهل الجاهلية. فأهل السنة يصبرون عند البلاء، والله جل وعلا وعد الصابرين وبشرهم سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. الصبر هو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. فالذي ليس عنده صبر لا يكون عنده دين، لأنه يذهب عند أول امتحان وعند أول ابتلاء. نعم. والشكر عند الرخاء. ولهذا يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذا من هذه الآية: لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الصبر عند البلاء. والشكر عند الرخاء، السعة والنعمة، يشكرون الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن هذه النعمة من الله لا بحولهم ولا بقوتهم، فيشكرون الله عليها. والشكر له ثلاثة أركان، الشكر له ثلاثة أركان: يكون بالقلب بالاعتراف بنعمة الله، ويكون باللسان بإضافة النعمة إلى الله جل وعلا وأن يقول: هذا من فضل ربي، وبالفعل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. لا يتم الشكر إلا بهذه الأركان، فمن شكر بقلبه ولم يشكر بلسانه لم يكن شاكرا، وكذلك من شكر بلسانه ولم يشكر بقلبه لم يكن شاكرا، وكذلك من شكر بقلبه ولسانه لم يكن شاكرا، حتى يأتي بالأفعال. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون
بالقلب وباللسان وبالجوارح بالأعمال يعني جميعا، إذا اختل واحد منها لا يكون شكر. والشكر في اللغة هو ظهور أثر النعمة على الإنسان أو على الحيوان، يقال شكرت الدابة إذا سمنت، شكرت الدابة إذا سمنت وظهر عليها أثر العلف على جسمها. والله جل وعلا إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، بأن يتصدق وأن يحسن، وكذلك أن يوسع على نفسه وعلى أولاده وأن يحسن ملبسه ويتنظف، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، إظهار أثر النعمة. أما الذي يقتر على نفسه وعلى أولاده أو يظهر بالمظهر غير اللائق به فهذا معناه عدم الشكر لله عز وجل. نعم. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة الصبر على مر القضاء. القضاء معناه القدر، فإذا قدر الله عليك شيء مما تكره فلا تجزع ولكن تصبر على مر القضاء. أما الحلو هذا ما يحتاج إلى صبر، إذا قضى الله لك وقدر لك نعمة وقدر لك هذا ما يحتاج صبر، هذا ملائم النفس. إنما الصبر عند المر المصيبة، هذا الذي يحتاج إلى صبر. وفي الحديث في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الإنكار بالقلب؟ ذكرنا هذا، يكون الإنكار بالقلب ببغض المعصية وبغض أهلها، الابتعاد عنهم وعدم مواكلتهم ومشاربتهم، يبعد عنهم لأن لا يؤثر عليه إذا كان ما يستطيع ينصحهم أو ما يؤثر فيهم النصح ولا يفيد فيهم اعتزلهم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، إذا كان إنكار المنكر سيحصل به منكر مثله تماما فما حكم إنكاره؟ هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله محل اجتهاد، يعني محل اختلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يسقط الإنكار ومنهم من يرى أنه يسقط لأنه ما يصير فيه فائدة، إذا كان بيروح منكر ويجي منكر مثله معناه ما استفدنا شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المراد بالذي لا ينكر بقلبه أنه يخرج عن مسمى الإيمان أو بالتفصيل؟ هو ظاهر الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا يكون من النفاق، لما قلبه إنكار المنكر هذا يكون منافق خالي من الإيمان والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وهناك من يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس من أركان الإسلام، ومعلوم أن أركان الإسلام كلها فروض عين، فكيف التوجيه؟ من قال فروض الإسلام كلها فروض عين؟ أركان الإسلام كلها فروض عين، على القول بأنه ركن فهو ركن كفائي، ركن كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو الإفادة عن إمكانية تقصير اللحية، حيث إن هناك بعض البلاد غير هذه البلاد تكون اللحية الطويلة سبب رئيسي لبعض المضايقات والمتاعب، وذلك من باب درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. لا يا أخي ما هو كذا، أنت سمعت أن صبر على طاعة الله عز وجل مطلوب، وتوفير اللحية هذا طاعة لله، وفرها واصبر، اصبر على ما يصيبك، اصبر على ما يصيبك وأنت ماجور إن شاء الله. ولكن أنا ما أظن أنهم يأتون الشخص بس لتوفير اللحية، إنما يأتون الشخص إذا حصل منه شيء من تصرفات التي لا يريدونها. فالإنسان إذا أنه تمسك بدينه ولا حصل منه تصرفات غير مناسبة الغالب أنه لا يحصل عليه أذى، ولو قدر أنه حصل عليه أذى بسبب تمسكه بالسنة فإنه مأجور يصبر. نعم. عقل القصار الحين من قضية الشيخ فقدكم الله، قد اتخذ بعض الدعاة والناس بالسنين الأخيرة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذريعة لإدارة الفتنة بين صفوف الشباب المسلم،
التشهير بآفاظ العلماء وذوي السلطان انطلاقا من ظواهر آيات القرآن وبعض أبواب السنة. فأرجو من سماحتكم التفضل بإعطاء نصيحة للشباب المسلم حتى لا ينساقوا ويغتروا بما عمت به البلوى في هذا العصر. الذين يقومون بهذا العمل لا يخرجون عن أحد أمرين، إما أن يكونوا جهالا ما تعمدوا هذا الخطأ، فهؤلاء عليهم أن يتعلموا أولا، ما يجوز لهم يتكلمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن هذا الأصل العظيم إلا بعد أن يتعلموا، وإذا تعلموا عرفوا الحق إن شاء الله. فهم أتوا من قبل جهلهم وأخطأوا أنهم تكلموا بما لم يعرفوا، فعليهم أن يتعلموا أولا ليزول عنهم الجهل وليعرفوا الحق. هذا نوع. النوع الثاني أناس مغرضون من أهل النفاق وأهل الشر، يريدون تفريق كلمة المسلمين وإلقاء العداوة بينهم، فهؤلاء يجب الحذر منهم والتحذير منهم وعدم الاغترار بهم وبأقوالهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، التخلف عن صلاة الجماعة وبخاصة صلاة الفجر ومن جيران المساجد كثير وكثير، فما هي كيفية الإنكار عليهم؟ وهل يهجرون ولا تجاب لهم دعوة؟ وإن أصروا على التخلف فهل تضع الذمة لإبلاغ مركز الهيئة في الحي؟ أرجو من فضيلتكم البيان الشافي لهذه المشكلة المنتشرة. لا شك أن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر أنهم تركوا واجبا عظيما، واتصفوا بصفات المنافقين والعياذ بالله بنص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستحقون العقوبة من ولي الأمر بلا شك. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة بالنار، هذه عقوبة شديدة. فالإنسان اللي له سلطة وله مقدرة يلزمهم بالصلاة، أما الإنسان اللي ما له سلطة فينصحهم ويخوفهم بالله، فإن امتثلوا وإلا يبلغ عنهم مركز الهيئة، وإذا بلغ مركز الهيئة برئت ذمته إن شاء الله لأنه قام بالواجب. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لماذا لم ينكر على الذين كانوا يشربون الخمر في العراق والذين استباحوا العراق 3 أيام؟ لأنهم لو أنكر عليهم لحصل منكر أعظم. قال دعوهم يشربون الخمر ولا يقتلون المسلمين، لأنهم لو منعهم من الخمر صالوا على المسلمين وقتلوهم، فهو تركهم من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أنكر المنكر مع القدرة ولكن يشق عليه مفارقة المكان الذي يحصل فيه المنكر مثل الغيبة، ما يشق على الإنسان أنه يترك المكان إذا مكان فيه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للحوم الناس ونصحتهم واستمروا على الغيبة؟ ما يسعك أنك تبقى معهم وهم لم يكبلوك ويغلقوا الباب، إذا كبلوك وأغلقوا الباب صار مالك قدرة، صرت معذور، لكن ما دام بإمكانك أنك تقوم وتخرج الحمد لله، هذا واجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يعمل في جهاز الهيئة وقد نفع الله به نفعا عظيما، وقد طلب منه والده أن يترك العمل في هذا الجهاز، فهل من العقوق عدم تحقيق رغبته؟ والده يخاف عليه ولا تبين له المصلحة والأجر في هذا، عليه أن يقنع والده ويشرح له هذا الأمر وأنه مأجور، والده مأجور إذا أعانه وأقره على هذا الخير، فعليه إقناع والده تفاهم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يغتاب شخصا أمام أناس لا يعرفونه ويقول لا غيبة لمجهول، فهل يأتم ويكون كمن يغتاب شخصا معروفا؟ من قال لا غيبة لمجهول؟ ما له أصل هذا، الذي في الأثر لا غيبة لفاسق، أما المجهول له غيبة، ما يجوز له يتكلم بعرض أخيه المؤمن ولو كان حاضرين وبعضهم لا يعرفون. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز على الإطلاق الخروج على ولاة الأمر إذا جاءوا للمسجد ليصلوا بهم بأمور كفرية أو أمور مبتدعة؟ هذا الأمر يحتاج إلى أهل الحل والعقد، هذا يرجع إلى أهل الحل والعقد من أهل العلم ووجوه
ووجوه الرعية إذا قرروا الخروج على هذا الوالي لكفره وعند المسلمين مقدرة في الخروج عليه فلا بأس، أما إذا كان ما هناك مقدرة والشر يحصل أكثر وسفك الدماء فإنهم يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. الحاصل أن هذا أمر نهض لكل أحد، هذا يرجع إلى علماء المسلمين وأهل الحل والعقد، هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويقررون ما يرونه موافقا للشرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث خروج القحطاني من صفته أنه يسوق الناس بعصا، هل يسوقهم أمرهم بالمعروف ناهيا عن المنكر أم يسوقهم ظلما؟ الله أعلم، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أنه يسوقهم بالسلطة، أنه يسوقهم بالسلطة قوته وسلطته، نعم يسخرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يجلب التلفاز إلى بيته لسماع الأخبار المباحة ولأولاده لمشاهدة أفلام الكرتون والبرامج المباحة أيضا؟ والله ما في خير، تلفزيون ما في خير، السلامة منه أحسن، ولكن الناس يقدرون ما فيه من الفوائد وهي قليلة، أكثرهم يريدون أنهم يشوفون كل ما يعرض ويتفرجون على كل ما في هذه الشاشة، وهو فتح باب شر بلا شك، فالسلامة منه أسلم لأهل البيوت وأبعد عن الخطر، والشر يجر بعضه بعضا، يكون في الأول سهل ثم يجر بعضه بعضا حتى يصبح خطيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يقع الشخص في مواقف يكون فيها أكثر من منكر وأكثر من خطأ، ولا يكون بإمكانه إنكار جميع المنكرات، كمن يجلس مع قوم في ضيق اللحى شاربو الدخان متحدثون بالغيبة، وربما لا يستطيع مغادرة المجلس، فما العمل؟ العمل يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأخطر من المعاصي، يمكن الشرك مثلا، الكلام في ولاة الأمور، لأن هذا أخطر من غيبة أفراد الناس، لأن الكلام في ولاة الأمور يسبب الفوضى وإغال الصدور على ولاة الأمور، ثم في النهاية يحصل الخروج على ولاة الأمور بهذه الطريقة، كما فعل ابن سبأ قبحه الله لما صار يتكلم في عثمان رضي الله عنه يقول حتى آل الأمر إلى أن قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالذي يرى هذه الأمور يبدأ بالأخطر منها وينكره، هذا أخطر من حلق اللحية وأخطر من إسبال الثوب، ينكر هذا الأمر لأنه إذا تسوهل فيه وترك استشرى وفشى، وفي النهاية آلت الأمور إلى هلاك الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جلب الشرائط التي فيها أناشيد عن الصلاة والوضوء ومكارم الأخلاق للأطفال حرام، خاصة أن فيها فائدة لهم بهذه الطريقة؟ القصائد التي فيها وعظ تذكير وفيها دعوة إلى الخير تقرأ، ما يخالف تقرأ، سواء تسمع من شريط أو من قارئ يقرأها مشافهة لما فيها من الخير. أما القصائد التي فيها شر وفيها غزل وفيها مجون وفيها، هذه ما تجوز. وأما الأناشيد التي فيها تنغيمات وفيها أغاني، هذه ما تجوز، حتى ولو سموها إسلامية وسموها، هذه أناشيد معناها أغاني فيها أنغام فيها أصوات جماعية، إنما الكلام في القصائد النزيهة التي فيها فائدة يقرأها واحد إما مشافهة وإما من مسجل، قصائد وعظية، قصائد فيها حكم وفيها فوائد علمية لا بأس بسماعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب المسلمين إحدى السنن الإلهية من زلازل وعواصف وحرائق وكان فيهم أهل معصية، فهل يحزن لحزنهم؟ وإذا كانوا أهل ترف يفرحون به وهو يؤدي بهم إلى المعصية، فهل يفرح لترفهم؟ المسلم يتألم لإخوانه المسلمين أيا كانوا في أي مكان، تألم لهم، فإذا أصابت الكوارث ناسا من المسلمين ولو أقليات مع الكفار فإنه يتألم للمسلمين،
يتألم للمسلمين ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم للمسلمين خاصة لأنهم إخوانه. نعم. إذا أصاب المسلمين إحدى السنن الإلهية من زلازل وعواصف وحرائق وكان فيهم أهل معصية فهل يحجم لحزنهم؟ وإذا كانوا أهل ترف يفرحون به وهو يؤدي بهم إلى المعصية؟ المهم أنه يحزن على ما أصاب المسلمين ولو كان المسلمون الذين أصابهم هذا الشيء فيهم معاصي لأنهم مسلمون فيحزن لهم ويتألم لألمهم بحكم الإسلام. وسمعتم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلاد الإسلامية يتبعون ويحكمون بالقانون وليس بالشريعة، فكيف التوفيق بين هذا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم؟ أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن بعض القضايا الموجودة الآن قضايا الإرث والحجاب والاختلاط وإدراج كتب الجنس في المدارس وغيرها، فكيف العمل؟ العمل أنك تعمل ما تستطيع اللي تقدر تستطيعه من تغيير هذا الأمر أو ترك هذا الأمر والابتعاد عنه، تعمل ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعته، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليك بالابتعاد عن هذه البلاد مهما امتعاد عن هذه البلاد مهما أمكن وقدرت على ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.